يرديا يرديا هاي علمي قواي فتينا ذا ما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي ونالت لغو حوكس دو لغو اذيقتاي وعن كجرنا فصل كي صلاة عبسدة اما سيالو تكدو اما ليسوكو جمع صلاة صلاة حلق عبسدو اي شرطة اما دقالد لغو جرو مرنوا أسبابها نفلوه كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لغو أقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعن كجرنا فصل كي صلاة عبسدة أما سيالو تكدو أما ليسوكو جمع صدو صلاة حلق عبسدو أي شرطة أما دقال لدى لقود شروع وعوشاقو نوشاقي إنا إلا لح قيبود أما لحية طبان قيبود لو تكدو لكن شافعية دو أي كدورتين أفر أفر تيسد حكم دا أيو شاقو نوشاقو عبسدو كي حري أما غيبتي وريسي أما قابكي وحري أي ayaynu ka soo baxnay markii cadawgu jihada qiblada meel aan hayno jiro waxaan aad miisaalkaasi uu xuseynayay marka ay salaadu tahay salaad laba ragcadooduna oo de ama subax ama masal deesa baro kale lagu jiro oo la gaabiyo hadayse salaadu ay sulaasiye tahay oo saddexdiisa magrib ka kale qolada hore laba ragac ay u tuginaya qolada dambana ragcad hadii ay rubaaciyada ayna qolo walba laba ragacadood intu laba qayb ka mid laba ragacadood qolaba tukiraya haddu afar kooxood ka dhigo qolaba u markay ragac tukiyana ayaduna waa banaantahay wathani nooca labaadna waxa weeyaan yakuuna fi jihati alqibla wa in cadawgi jihada qiblada uu ku sugan yahay fi makanin meel waa inuu ku sugan yahay لا يصرهم أنو كغرين عن أعين المسلمين مسلمين تيندهو ذا شيء وحك غرين يا مجر وفي المسلمين مسلمين تنوح كسغا كثرة فربضني تحتمل يعني صورت قلها محتملة تبرقهم كلتقو ذا يكرا قيبسا قو ذا يلا وصف لغدقا أي صورت قلتها فيصفهم الإمام السفيني إمام قل الله وصف أيو مركا وصف يا مثلا ويحرم بهم والله وضحلنا يا جميعا دمان فإذا سجد الإمام مركو سجوده في الرقعة الأولى رقعة دهره سجد معه واحد لسجود يا أحد السفيني لبدا سف متكو ذا يا سجدتين لمسجود مركا لسجود يا ووقف صف الآخر سفكي كالنوى إساق يحرسهم إساق وإلالين فإذا رفع الإمام رأسه إمام مركو مدحيس كرو صاقاته سجدوا ويسجوديا ولحقوه وسهريريا ويتشهد الإمام ولا تحيا تريا بالصفين لوضع صفا ويسلم بهم وأنا لا سلام نغسا وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان مش عصفان الله إلى هذا وكنت كذيوي وهي عصفان قرية ووضع في طريق الحاج المصري حاج مصري جاه مصر كتجا وددي سايي كتا لا بينها وبين مكان مرحلة تاني لما ما للصعود أي أود حيا سميت بذلك عصوان أيا لقوم عبي لعصف السيول فيها يعني قرد جاه أي مركا دي مريض أي مركا دادك فربدني أي مريان أي كوكل ميان أيا لقوم عبي وعشاق الله رحمه الله تعالى
وثاني نوع اللباد يصدح ذي نوع صلاة عبسدة يا شيخ دورتي أن يكون في جهة القبلة هذا وقع يا وحوك السوقي جهة قبلة أي أول شيء سنة يانو بمعنى يقول سرادي كتشرة أي يدي عذو وير الكيسة أي سكار خيام سرادن هلا حق الدنبع مدن عيدو كحجود يا مركي سراد الجنان إسكما يركي إن هذا يصور الآن بركا أن يكون في جهة القبلة وإن جهة القبلة وعذو كسوقي هي في مكان ملا يركسوقي الله يسرهم أنك قرينين عن أعين المسلمين المسلمين ده إنه هذا شيء وحكي قرين أيام متشرو إنها المسلمين ده ويصوم وغضانا وحكي قرين أيام وأما بدرعة أما مثلا وحيالك راهي متشرو وفي المسلمين المسلمين ده كثرة فربدنانا يا كسوغا تحتملوا يعني صورة قل أيتي تفرقهم يعني كلتقو ذي إن لا قيبيو مثلا لوصف إن لا قيبيو أسي أمرك أيو كلتقان وارف ربضنان أي أمرها كسو أنت احتمال إيسا ومثلا قلدنا والله بقول مسلمين دنا والله بقول بركا سب وليبانا دي ومقاومين كلا بقول ولي والله بقول قالوا ومقاومين وسوت وقاومين كلا وسعرين كلا مرقى في الصف ومولي باب السفيني لبس بيوكني مثلا تصالحان ويحرم بهم جميعا دبيتنا دمان تود وأولو ذحدان يا صلاة وويو ذحدان ايان واسوى تاينان يرفع التحديد والآخر ايان ووذ الركوع ايان ووذ اعتدال ايان ووذ التوس ايان مرقى هلقى اعتدال كلمر ايان كلقيب سبيان مرقى فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى إمام عمر في ركعته كوبا سجوده سجد معه وحل سجود أحد الصفين لبدا صف مدكود أيا سجدتين لبس سجود مركا لسجود معنى لبدا سجودود أيو لسجود أيا ووقف صف الآخر صف جيك لنا وإساق يا يحرس ومساقو إلى علينا أيا اعتدال كأيو مركا أو تاجنان يا يرجع لك توسيد هذه أيو تاجنان يا ركوا إلى النيان فإذا رفع الإمام رأسه وإمامكم مركو ماذا حيس كصا كريا لكر وقصا كع إمام جاي عدي لجرتين لبدي سجود مركا يصعد ما يسان أي صاك عن سجدوا قلدي إلى لين يسي وأي سجود يان لما يسجد مرقى صلى ما يسان ولا حقوه إمام جاء يسوع هريلا يانو يسوع قال يان يسوع ورجع دي لما دو تاجن دبى ترى سدى سلج أيه دبى تنا رجع دي لما دنا يفتح دي قوة آخرين يان أو أي دبى ترى قوة الركوع يان مرقى دبى تنا اعتدال كلا قطوسه أيه صف جي مركي هراء إلى لين أيه أي أحد مركا على السجود يا إمامك لبس سجود مركو التحيات كأوفر يسوع أي قردي كلام السوء السجود يسا ويتشاهد الإمام بالصفيني إمامه مركا ولا التحيات سنة يا لبدا صفبة ولا التحيات سنة ويسلم بهم وأن الله سلام النقصان يا لبس يا رب بنا وي بنا أنت أي سيدا أي تلمام يا روايات كغير كود مركم رجعت اللواد ليستوى جو إن يصف جي هراء مركو الإمام جلس شو أيدبو بحان وأقول ذي كلام مركو ولد ميسنا يصه رم مران ييني هلكوا ذا كلا تاجنا ذنبا يعني وارهن مركاس بنانو واحد بعتاهي أري كشرين سدا وها كده وات المامية حديث الإمام البخاري وورين اليوم وحولي هي النبي صلى الله عليه وسلم dadkii saxaabada la jeeyeen way saageen waa kibaartay nabi waayuna waa kibaarteen waa rukuucay oo markaa dad ayaa la rukuucay labadna waxay tilmaamaysaa halka rukuucda in lagu kala haray kadib waa sujuuday waxa la sujuuday markaa kooxdi kadib ragcadii labaad ayuu soo kacay waxay saageen markaa ku ayaguna sujuuday waa ilaaliyana walaaladood bay ilaalinayeen kooxdi kale ayaa markaa hor soo martay waa rukuucay oo waa sujuudeen مرك عدد كنا سلاد كل يوم بيكوس كنا ولكن يحرص بعضهم بعضا بركود ومرك كلا يوم مرك إلى لي بقى رواس واحد تمام إسرائيل اعتدال كان الغلو قرار ياي
إنه تاي ركوعدا ويسلم بهم مركا والله سلام نقصا. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة رسوله بعصفانا ما شاء عصفان الله إلى هذا وكتك يا صحابة وكتك يا وي. وهي قرية واتو لا يولي في طريق الحاج المصري حاجك مصري جاه سو حاجك يا مصر كي مادة وددي ستولا كتالا وي وبينها وبين مكة مرحلة تاري أيضا يمكى الله ما لسعود أي أود حيسا سميت بذلك عصوان أي الله قم قعب ولعسب السيول فيها دادتك أي مركة يسوي ما أدعو دادت بضن أي إلا ضحيو دادتك ساقر دجيحة أو مركة خرابية أو بربرية ساس عصوان مكى الله قم قعب. وثالث نوع صدحنا أن يكون وين عدو يهي في شدة أن يكون وين يهي في شدة الخوف عبصدرا والتحام الحرب إياد دقاله البوغي وهو التحام الحرب كناية وكناية أيوكيهي أما ملده عن شدة الاختلاط بين القوم يعني إصلح قلق الدرهندي سأيوم بلقى كنايون أيام بحيث سواء يلتسيق ودقي لحم بعضهم بركة وذيره سأيا ببعض بركة كلاكو دقي ولا فلا يتمكنون مما كان سنة يانا أسور تقري ميسو من ترك القتال هنا يمرك الدقالك كتغان ولا يقدرون كلمة على النزول هنا يدقان إن كانوا ركبانا هدي وحفوشيهين ولا على الانحراف هنا لنعوه إعدان إن كانوا مشاطا هدي أين كوصعون أي مكر أيام. فيصلي كل من القوم وحوتكنا يا كيف أمكنا أسور تقشا خاجلا أي ماشيا نساء قولوغين أو راكبا أما يساء وحفوشا مستقبل القبلة يسوى قبلة قابل سن وغير مستقبل لها يسوى قابل سنين. ويعذرون والوغ عذر داريا في الأعمال الكثيرة أعماشا يعمل هذا فرها بضل في الصلاة الصلاة الإعدادة كضربات متوالية واسيق قرعية مركا حريرة أوكرة والوغ عذر داريا. وعشاق الله رحمه الله تعالى وثالث نوع الصدحاتنا أن يكون وإنه يهي معنى فعل كوداً إيا سلاداً حل يعني سمينتا أي سلاداً سمينة يعني وحو مركز هذا في شدة الخوف عب صدراً لحدهد إيا والتحام الحربي دقاله البوغي فعل كوداً أي سلاداً سمينة يعني وحو دعيا هدا في شدة الخوف أن يكون فعلهم الصلاة وإنه النقضان سمينتا أي سلاداً سمينة يعني في شدة الخوف عب صدراً لحدهد والتحام الحرب هي دقاله البوغي ودقاله البوغي هذا التحام الحرب قاسوه إنهم معنيني وحليه وهو التحام الحرب وحليه دقاله البوغي وهو كناية وحو كناية يملده كيه عن شدة الاختلاط بين القوم إسنحقل خدران مركا ديادات المسلمين تأيه قالت أي دقاله بيين أي مركا سدران وعادة مركا يسودح قادام بحيث سو يلتصق ودقي لحم بعضهم بركة ذيلب قصو ببعض بركة كلا أيو مركة كودقية ووحا إسكارية مركة تشركودي وحبين تيا مركة مدى حاكن قدوري اللقاء شريب حاكن قدو اللعية يعني هو مري حالة اللبقضي ولا استحق هذيوي دقال لذا مركة عصرية وحايدا سور كالي سورتي مركة يعني انت حبدي مركا لا يسكري ذا يي وحي الله يسلا صور دافو يعني مد ولا بين تصور كقولي سلا بحمر مركا كي كلا وكور يا ميو مركا هدا شيء ستود يلا قدو فنا يو أو مركا ميلو كلا بحاني تشرين ومركا صور كلا يسولة تجوي فلا يتمكنون ما مكان سنا يان أو مصر تجلا يسو أو ما مصر تجلا مثل من ترك القتال ده قال كينا كت كانوا يرتشو شيئا ولا يقدرون ما كريان على النزول إنه مركة الدقان إن كانوا ركبانا هدي وحفو شيء كبدك كرام ولا على الانحراف انحراف ولا على الانحراف وعشو ما أودي أن كانوا مشاطا هدي إن كوصعون أينا ميل أيوة عن كرام مجرتين مركة ميل والبا هدي حقا وعدني هدي حقا وعد ويف ديها يسايو ولا يسكد حجرا وحانا نتلماني ده دغالاد marke lo tukanayo la isugu jamacsanayo labadii qaab ee hore de waa xilliyada hore ee seefaha iyo lagu dagaalamayay warmaha iyo leebabka laakiin xilligan waxa weeye waa xaaladan danba
لأن واحد الأرقى دي صور ران دي سوتش وعسان هبك فقاداني دين مركا ما هل ديار ده لقو صوك عيا ما هل مدفع لقو ما هل كروز لقو ده نفطه أيا دعي كرتا فيصلي واتو كان يا مركا كل من القوم مدقى سوء مركا قوم كان مسلمين دي دقالما يا كميده كيف أمكان وسيه وصورتك قشا فاجرين أي ماشيان يستقوا اللقين أو راكبان يستقوا وحفوشا مستقبل القبلة يستقوا قبلة قابسا وغير مستقبل لها يستقوا عن قابل سنين أي يوتو كان أيام فإن خفتم فرجالنا ورقبانا إلى يوحر هدا عبستان وعبسكو جرتان إذيكو اللقين إيا إذيكو وحفوشنبا توكادا بركاسا ابن عمر يوحر مستقبل القبلة وغير مستقبليها إذيكو قبلة قابل سنين إذيكو قابل سنين با سياسي أمر أكوتو كريسان ويعذرون يعني إن الصلاة بحضاء ينبا لديدين يحي قفق حالدا كسغن أي أمريكا سرادي وقت يادين وكسر اللودي دي محاضو من أي قفل أمريكا يتاقو جرين حالة دقال قاسال يسكوش مع السنة محاضو من أمريكا عادي ليسكتشوه ويعذرون وحا لوقو عذر داريا داد قال دقال لما في الأعمال الكثيرة أعماشي فرابة دي في الصلاة دي سلاة دي حدادة أمريكا دي دقال كاني مركا سوكين سنة هذا ليقي إلى أمريكا أيضا لوقو عذر داري مايو لكن وحي فعلا لوقو عذر داريا كضربات وقر عيالك كضربات وقر عيال متوالية أحريصا هي مركة طعناتك هي ورمه أي مركة لدى عيان والله عذر دارية هي صعودك هي أردك هي بودبودك هي سلم الرقي وحاسود من واحد له عذر دارية وديال المركة وكيصاني وي فاصل هذا كان فاصل مذن وكرا ساري وي فيما تقدم وفيما سيأتي في اللباس لباسك أيوفس اللي وحي مركا لحلنا إيهي وحي كحراشة هاي وحي عن كحراشة هاين أيها هلقن شاق ونوقع حد ليا انت بضانا هلقن أي شافعية ذو قليان معنى حريرتا يذهب كويني مركا رجا كحرايهين دوبر كان أيو حلاليهين يا وحياني مركا لحلنا إيهي أيها هلقن شاق ونوقع حد ليا ويحرم وها حران على الرجال رقي لبس الحرير حرير الشدد يا كحرانا وتخطب انه فرقش كديت بالذهب ذهب كفرق انه كديتو ايا حران والغز والقز نوع غز اللي يرابا ايانا حلشادو كحران دي في حالة الاختيار حل يا مرقى حالة الاختيار كان لقو جري ضرورة ان يجرين وكذا يحرم وها حران استعمال ما ذكره وحالا صوشا جيس اعمال جيسو على جهة الافتراشي قوغل الشيء هذا ايه وغير ذلك كغيرك ومن وجوه الاستعمالات استعمال هذا وشيالكو ذا ويحل للرجال رقي وحلال لبسو حل الشديس وحريرتي للضرورة ضرورة انا يوحدان لحر كليل دردي وبرد يقب ملكين او حلاقيا ويحل للنساء دمركي وحو حلال لبس الحريري حرير حلشادي وافتراش وقل شديسة ويحل للولي وحو حلال إلباس السبي الحرير إن سبي يرى حرير هويو أي حلال قبل سبع سنين ستتوسن كوريا وبعد هذا بذيذ وحشاق ليه رحمه الله تعالى ويحرم وحك حران على الرجال رقي وحا كحاران لبس الحريري حرير حل الشديد وكحاران وتختم بالذهب ذهبين مركا فرقل كدكتانا أيضنا وكحاران وما بنانا ويحديثك إمام البخاري ورين أيو وحديفة من يمان أوليه إن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي عن لبس الحرير حرير تينا نحن نودي باج iyo nooca dibaajka la dibaajku waa amriya xarinta ku eeda adag sundusna kuwa jilacsan ayaa la yiraahdaa mar hadii kuwa aad ka laga mnuucay kuwa jilacsanana ayaguna waa ka sii xaq jiraan wa an najlisa alayha in aan ku fariisano oo markaas aan waxaan ku fariisano marka hadii ama kushinada ama sariiraha markan gashan ku fariisano ayadana markaas وانا لو ديدي وانا لقى النهي
لبس الحرير حرير حلشتيد أيام مركا كحارانا وتخطم بالذهب ذهب إنو فرقش مراكا ديتو إستغانا واكحاران في الضوضة أيام مركا لقدين كرايو بنان لكن ذهب إستغانا إنو فرق الكديتا وحاران سي حديث مركا سعيحة يتلمام ينهى عن خاتم الذهبي بخاري مسلم يوريني النبي قوحو ديدي فرق الكذهب كا أيو ديدي حديث قال لا تلبس الحرير ولا الدباج حرير يا الدباج نوع إذا كملا منها حلانين أيوها نجي سحابك هيا وكو أركي مركا فرق الكذهب كأنا دواكين بين دساق هذيك توريا يلي متكين موحو وقسنا يا إنه مركا دحول ساق توقع أنت سجليه dabeetana waa kimar ku nabi u tiga yiraadeen war qaado ku indifaac ilaad xirata ayun baa uu nabi ku diidanay de soo qaado xiro ila haduu yibsade ama duwar qaba si uu bulnaad wallahi inaana wax nabi maxamed intu iga saareysa u tuuray inaana ka daba tagayno soo qaadanayeen buur asaas umara ka dhaqaajiyo wa taqadum bil dhahab wal ghazi fi al hafi halat al ikhtiyar wa hayna harana xirashada ghaziga ghazi وحوية من عزف الخاص على العام ونوع حريرتك همدا ووحي إلى ذين حريرتي غزية وحي كوكرا فرغيا وحي إلى ذين وحي مركا إن أي كدود با هرتو إياد الحبا وحريرتنا وتلب دي هذا سين عارضة وكالي ومعروفة الله يقانا أي مركز الله دقضو دود الغزي اللي إله هذا أي هرتو السمية ومركز قام مركز لو قلت سي عارضة وكالي أي مركز السمية مركز النوع مركز كم إذا حريرته ويو دود كمركز كي مادة أي غزي مركز اللي إله هذا إبريس أبو إنو إمن دونانا يسوي نواء كم إذا ونوع مركز حريرته سن كم إذا في حالة الاختيار دورش حالة مركا حالة عن ضرورة شرين قف مركا اختيار كولا يهي واك حرام مركا واحد ونعكسنا يتبالي الشيخ هو الغزي في حالة الاختيار إنه واتقطون بالذهب إنه كهر رئيسيه لأنه واحد إذا كوعد فضاي واحد قهراء ويحرم على الرجال اللي بصل حريري أيا كحرانا والغزي حريرتي إحنا شيء إذا كحرانا في حالة الاختيار وتخطم بالذهب با يسغون ان فرقش لا غديتا كحرن بركا تخطم انو دمبيسيو لبدا خيلشودو نايغتا ما نيغتا انو سراعيبا كو ريسيد بالين وكذا يحرم وحا كلو حارانا استعمال ما ذكر وحا ان سو شيغني ان لو استعماله على جهه الافتراش جوجلشو يا وغير ذلك غلشدا وحا نهين من وجود استعمالات وتشيالغي كلا مركا استعمالكا oo de marka in go'o laga dhigto iyo in macawis laga dhigto iyo in marka deed duraaxad laga dhigto intu waa banana wa ana jilisa alayhi wa qi hadithu marka saayinu tilmaamin inaan ku fadhiisanana waa noo diidi wa yahilu lirijali ragi waxa uu xaraan lubsuhu inu marka wa yahilu lirijali waxa uu xaraan lubsuhu xilashada xariirtu waa u xalaal للضرورة مركا ضرورة يدبات أي جرتو أما حاجة يباهي أي جرتو مركا محوين أقول مثالي وحولي لحر كليل درتي وبرد يقب ومهلكين أو حلاقية هدو قفق كليل دران ونفض وإن يكب حضاء وحيو حريتنا دي وح آذو قبو ناعم وي ومركا وح كلاو ومركا إسكي عليانا أنجرين حريتا مويان qaba waadu daran ba hayo de xariirta inuu wada mooyo wax galu wada ma jiro hadii markaa uu waayo xariirtaana kuleelka ama qabowga saadilaya waa daruuro markaa xaaladda ikhtiyaar ma hayo banaanta xariirtiin xidha way xillu linisaa'i dumarki waxa uu xalaal lubsul xariiri xariir xilashadeed waa u xaraan ee waa u xalaal way iftiraashu googlashadiisuna inay googladaana أيجنا وهو حلال يعني ذهب كي مركعين فرقش كذي تاني يينا يحنانا أيضنا وهو بنان تهاي لأنه حديث جاء وريني أبو داود يا نسائي ابن ماجه يا وريني يان نبي صلى الله عليه وسلم جعنت بيقول حكوا سوق هذا قطعة قبل حريرة جعنت بيقول حنا حكوا سوق هذا قبل ذهب أيقوا سوق هذا مركز أول هذاني اللي بضاسي
أن لبدا قعمود كوحي استعمال كود حرام على ذكور أمتي أمتا إذا لبك هذا يرقى ذواك حاران حلوا لناثهم دمر كودنا وحرال إنا يمركا وحرال يهي ذهب قاعي لشدي سنوع كستو يهيبا أنا ما بدهم بيجمع كوسو نقلين سو بهقي باكمل ده النووي باكمل ده كيراسي باكمل ده هكبر بدهم بكوسو نقلين شغل باني بيسقو وها وكت جايين وذهب كان محلق قاه وريجسن أما يعني قارته وهلق قشة أما شو لي هذا أنا ما كوا دقها كان محلق قاين وحاران يهيب أيوة كده عدد تدمس ده أيام ودريش ده قولي هنكرنا حديث الشاذ أيه كت المام أيام كتاب آداب الزفاف لا يراه ذو أيوم مسألة مركا كجهد لا ولا الله نقول كرام مركا يعني ردي فربنا بنا مركا على جوس ما هي كتب مركا سلقة قري وإسماعيل الأنصاري رجف فربنا يا مركا يا هيت الكبار يعني فربنا يا مركا مسألة أكون نقد السيد ويحل للنساء الوصول حريري وافتراشه ويحل للولي ولي وحى حلال الباس السبي سبي الحرير إنه هو أيوب النعم قبل سبع سنين تضوى سنكار يو بعد هذا وانتو كغنقار ايو ايذا واه وينكرا وقليل الذهب ذهب كيندي سيري وكثير اندي سبان استعمال قيسو في التعريم حق حاران نواذا اي رقا كحاران يهين سواء وايسكم ميد او اذا كان بعض الثوب مرادة بركيد ابريسا من اي حريرا نوع ادك اوان اكسنا ابريسا مكالي راهضو مركو يهي وبعده الآخر قطنا ويهي مركا عدبي أو كتانا ما ترقل مثلا جاز للرجل نكي وحاوبنا لبسه ونوحده ما لم يكن لبريصم حتى نحريته غالبا مثك غالبا وقبضا على غيره فإن كان غير الإبريصم غالبا هدو يهي حل وحلل وكذا وحلل من إنسا ويا حتى يسلك هذا ويسلمنا فيه صحي أيضنا والمد وعلى شاق رحمه الله تعالى وقليل الذهب ذهب كيندي سير يو كثير ويندي سفرها بدن النبا أي استعمالهما بلوش إذا استعمالك لا استعمال يذهب إن يري ينفر بدن في التعريم حق حران مينتا لقى حران تنمى يرقى سواء ويسكمد إن يري استعمالان إن بدن استعمالان رقى ويسكمد وواك حران كليا مركز وحيون مركز الله بنياون دائلك إياه يعني هذا مركز سنك وكلا مركز وحكذا عن مركزين وكسب يسنك رأيه إن حبين إياه وعيرها سي مركز وبنيان لكن سكلا ينوس عالم بنانا وإذا كان بعض الثوبي مرا حريرتا يمكن وكاد لإن وحي حريرتا خالص كاهن وحكلا كتشرين حريرت مرا خالص ولما وحيالها اللقوية قانوا حكم ذا حريت مركي خالي صحي مرادة دن هداد فرق قال انت تفرق اذا سوق لي ساعد ساكس الوقت صار كليسا ويك عقب حيسا يعني تلاه يقيم هاي لا ذا هيدر تفرق قال هداد لك هيك جلسوا حك هوات كسر كليسا سوق جدو مركي هو مركي خالي صحي وحك لك كل شيء حرير ولا طحي لكن مركب الحرير يوحك لا مرادو كبر سوي صنداي أينا واطنوا وعلوا إذا كان بعض الثوب مرادة بركيد إبريسا من أي حرير المركو يهي مركا حرير يا إبريسا يغزبوا إنو صوت المال إبريسا وحي إلى ذين مركا ودنطاب درحيقان وحي كصوبحا إبريسا مبال إلى غزبوا وحوي إنتان أي نوشحي وحي مركا دي دوادة كاكين دي كصوبحا أي غزب الليلة هذا حرير تنا لبدا وغوض عمي ميسا مركا إبريسا مقوى نوع من الحرير وأخذ بقى عمر يقف السريبي لي وبعده الآخر مرادة بركي هذا كان قطنا مركو هذا عدب أو كتانا مثلا ترقى الوكلة مثلا كاز للرجل وحبنا لبسه إنه حلو واسه ما لم يكن لبريسم غالبا ما لم يكن لبريسم واهديا عن حرير النوع هذا سي غالبا متك غالبا وكبضا أنوهين على غيره كان كره لكلش عود بجا أما قطن كتانكا وهذا إبريس ما يحرر تقبضني فإن كان غيره لإبريس تبي غالبا هذي وحان حرير تحين وبدن يحي حل وحلال ونجي واحدا كرا وكذا ينسويا في رصح هذي سمين يهين وإسلاق يهين وحرير تيام عود بجا أما حرير تيا كتانك وإسلاق يهين أينا والله مذوا حلال
فصل فيما يتعلق وحو فسل يهي وحي لحرير أيي بالميت قف قد انتي وحي لحرير أيي أيو فسل يهي أما وفصل كايلادان أحكام الجنائز إن كايكاد لنوي درس كان قيب سرال كاينوغوشو والله أعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.